أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اليوم في مادة المطالعة نحن مع الموضوع 18 السرار والنملة. السرار والنملة نقرأ أولا. السرار والنملة. قضى السرار فصل الصيف وهو يغني ويطرب، لم يستعد لفصل الشتاء ولم يفكر في البرد الذي ينتظره، وحين جاء فصل الشتاء لم يجد السرار عنده ما يقاوم به البرد الشديد، فذهب عند جارته النملة وشكى لها حالته وطلب منها مساعدته. قالت النملة للسرار: وأين كنت في أيام المصيف؟ ولماذا لم تستعد للبرد كما فعلته أنا؟ قال السرار وهو يبكي نادما على ما فعل: لقد كنت أغني وأطرب وغفلت عن الاستعداد لفصل الشتاء. ضحكت النملة لهذا الجواب وقالت للسرار مستهزئة به: إذا كنت قد غنيت طول الصيف فما عليك إلا أن ترقص طول الشتاء. أدرك السرار سوء تصرفه ولم ينفعه الندم بعد أن فرط. نقرأ أيضا. السرار والنملة. قضى السرار فصل الصيف وهو يغني ويطرب، لم يستعد لفصل الشتاء ولم يفكر في البرد الذي ينتظره، وحين جاء فصل الشتاء لم يجد السرار عنده ما يقاوم به البرد الشديد، فذهب عند جارته النملة وشكى لها حالته وطلب منها مساعدته. قالت النملة للسرار: وأين كنت في أيام المصيف؟ ولماذا لم تستعد للبرد كما فعلته أنا؟ قال السرار وهو يبكي نادما على ما فعل: لقد كنت أغني وأطرب وغفلت عن الاستعداد لفصل الشتاء. ضحكت النملة لهذا الجواب وقالت للسرار مستهزئة به: إذا كنت قد غنيت طول الصيف فما عليك إلا أن ترقص طول الشتاء. أدرك السرار سوء تصرفه ولم ينفعه الندم بعد أن فرط. تمام. إذن نحن اليوم مع موضوع السرار والنملة. ما معنى السرار وما معنى النملة؟ السرار حشرة من فصيلة الجديات من رتبة مستقيمات الأجنحة، تمتاز بقواسمها الطويلة، والذكر له قدرة على إحداث صوت باحتكاك أجنحته الأمامية. السرار حشرة من فصيلة الجديات من رتبة مستقيمات الأجنحة، تمتاز بقواسمها الطويلة، والذكر له قدرة على إحداث صوت باحتكاك أجنحته الأمامية. من فهم؟ حشرة. ما معنى حشرة؟ انسكت، دومينه. ولكن بهذا التعريف، السرار حشرة من فصيلة الجديات من رتبة مستقيمات الأجنحة، بهذا التعريف وتمتاز بقواسمها الطويلة، كيف تفهم؟ لذلك دائما أقول لكم هناك بعض أشياء خاصة الحيوانات النباتات بالتعريف فقط لا تستطيع أن تعرف، لابد أن ترى الصورة. لذلك إذا عرفت الاسم السرار ادخل في جوجل اكتب وترى الصورة وانتهى الكلام، لا تحتاج إلى هذا التعريف الطويل ومعه لا تفهم. لذلك ما معنى السرار؟ عندما تمشي إلى جوجل سترى هذه الصورة. جري. هل جيد في الصورة؟ تمام؟ هكذا نفعل. هناك بعض أشياء بالتعريف فقط لا تستطيع أن تفهم، لابد أن ترى الصورة.
تمام الشرار وبالفرنسية أشيتا 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 نعم بالفرنسية ولكن حتى لا 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 ليس الشيطان أشيتا بالفرنسية ولكن أنت بدون السورة ممكن حتى بالفرنسية أول مرة أنت تسمع أشيتا أول مرة إذن لابد من السورة لكي تفهم بعض الأشياء خاصة الحيوانات الحشرات والنباتات وما إلى ذلك تمام؟ طيب لم ننتهي إذن الشرار هذا هذه الحشرة وجمعه السرة هكذا أكتب لكم جمعه السرة هكذا السرة هذا جمعه تمام إذن الشرار إذا لم تنتبه ستخلطه بحشرة أخرى هذه الحشرة اسمها الشرشور الجمع الصراصير الشرشور نعم شرشور بالعربية والجمع الصراصير صراصير وما معنى الصراصير أو الشرشور الشرشور حشرة ضارة تكسر في المراحيض تراها كثيرة في المراحيض ما معنى المراحيض مراحيض جمع مرحاض مرحاض كابينة نيجين دوش فيسي تمام اليوكافا فهمت تكسر في المراحيض و تكسر في المراحيض ولها قرون طويلة شعرية قرون طويلة شعرية وصرير متتابع صرير بمعنى صوت صرير متتابع ومع هذا التعريف بعض الناس لن يفهموا الشرشور حشرة ضارة تكسر في المراحيض لها قرون طويلة شعرية وصرير متتابع مع هذا لابد من الصورة لكي يفهم بعض الناس إذن ماذا قلت لكم اذهب إلى جوجل اكتب وترى الصورة خلاص أين الصورة للذي لا يعرف هذا ما يسمى ب الشرشور نمره كفا نعم الشرشور الجمع الصراصير ليس الصرار انتبه لا تفسر صرار بالشرشور لا ليس واحد نعم شرشور صراصير تمام الجمع صراصير الآن عندنا شرشر فأما ثمود فأهلكوا بريح شرشر أما الشرشر الشرشر في الآية وهناك آيات أخرى ورد كلمة شرشر ثلاث مرات البرد الشديد البرد الشديد ويكون فيه صوت ومن هنا الشرشر أيضا بمعنى صوت الشرشر بمعنى صوت صوت البازي وما إلى ذلك حتى صوت الإنسان والمهم الشرشر بمعنى صوت تمام طيب وأما النملة فكلنا نعرف نملة بالفرنسية لا فورمي أبي نحل نحلة أما النملة ففورمي تمام أيوة وباللغتنا المحلية منة أو دو منة برسكي ميم شوي ودو منة فصيلة في أشياء كثيرة في دغمنة قد يكون منمنة وقد يكون أشياء كثيرة فهمت هذا؟ طيب وللذي لا يعرف كما قلت لكم الذي لا يعرف منمنة هذا النملة هذه الصورة
تمام. والنملة أيضا فيها أنواع، أنواع كثيرة. طيب أردت أن أفعل هذا لكي تفهموا ترى عندما تقرأ، عندما تقرأ الكتب وسميت أو رأيت اسم شيء، اسم شجرة، اسم حشرة أو حيوان أو كذا لا تعرف، أدخل في جوجل على طول. هذا سهل، نحن في 2023 وإن شاء الله قريبا في 2024، نحن لسنا في قرون، لا نتعب أنفسنا. لا تعرف شيء على طول جوجل، ترى صورة وانتهى، تمام. هكذا وبعد ذلك نمشي ببقية الدرس. فقصة بين الصرصار والنملة، عفوا الصرار والنملة، رأيت كيف؟ قصة بين الصرار والنملة. الحيوانات أو الحشرات هذه تتحدث تتكلم، لكن هذا من عمل الأدباء، يتكلمون بألسنة الحيوانات، ووراء هذه القصة دروس، وهناك كتب ألفت في ذلك، منها كليلة ودمنة، اسم كتاب كليلة ودمنة، وهذا الكتاب مترجم أصلا من الفارسية، ترجمه عبد الله بن المقفع، ترجمه من الفارسية إلى العربية، وقيل إنه كان في الهندية وترجم إلى الفارسية. وهناك كتاب هكذا ألف ليلة وليلة، كتاب ممتع من حيث الأدب، من حيث قصص وإلى آخره، فهمت هذا؟ تقرأ وفيه. إذن قصة بين الصرار والنملة، ولكن فيها دروس لنا. قضى الصرار فصل الصيف، رأينا كلمة قضى مرارا وتكرارا، وفي الدرس الأول من هذا الكتاب لقد عدنا إلى المدرسة بعد أن قضينا، قضى باسي في تيمي، فهمتوا معنى قضى؟ قضى وقتا يعني فعل هذا الوقت. قضى بمعنى فعل، قضى وقتا فعل وقتا. إذن قضى الصرار فصل الصيف، وفصل الصيف رأينا هذا الصيف وقت الحرارة هكذا. إذن فصل الصيف، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الخريف. سيست عندنا، نعم عندنا نقول سيزون سيست، لأننا نحن عندنا فصلان فقط، سيزون بلوفيوز، سيزون سيست. وعند العرب والأوروبيين وما عندهم أربعة فصول، فصل الصيف ويقولون إتي، فصل الربيع برينتان، فصل الخريف أوتون، وفصل الشتاء ليفي، تمام؟ عندهم أربعة. طيب إذن قضى الصرار فصل الصيف، فصل ما في مطر، قضى هذا الوقت وهذا الفصل، وهو يغني. ما معنى يغني بالعربية؟ كلمة أخرى يغني، ينشد، ينشد، أنشد، ينشد إنشادا، غنى، يغني غناء، فهمت كيف؟ إذن ينشد شانتي كدونغريلا، وهو يغني ويطرب. ما معنى يطرب؟ سنشرح هذا. أصل يطرب يرتاح وينشط ويهتز، يتحرك، هذا معنى يطرب في الأصل. ويطرب أيضا بمعنى يغني، الطرب بمعنى الغناء أيضا. لذلك الأفضل أن نجعل يغني هنا يطرب بمعنى ينشد، لأن هناك شيء يأتي في آخر القصة، لابد أن نجعل يطرب بمعنى يغني، كأنه جاء بمرادفين، يغني ويطرب، أي يغني وينشد، ويغني بمعنى ينشد، فهمت هذا؟ ولكن قلت ما معنى يطرب؟ يتحرك. إذا كان إنسان ينشد وهذا النشيد سرك وأنت تتحرك قليلا قليلا، هذا بمعنى يطرب.
فهمت؟ وممكن نبقي على أصله نقول يطرب يتحرك، لكن ليس الحركة الكثيرة، لأن الحركة الكثيرة لها لفظ. طيب، وهو يغني ويطرب، فهمتم؟ لم يستعد لفصل الشتاء، فصل الشتاء ليفير، وعندنا سيزون بلوفييز ساني وغاتي، فصل الصيف تليمانا، فصل الشتاء ساميان، عندنا تمام. ولم يستعد، لم يستعد ما معنى لم يستعد؟ استعد، يستعد، استعداد. ما معنى لم يستعد؟ لم يستطيع أن يفعل شيئا أو لم يفعل شيئا، فهمت؟ لم يستعد، لم يعد شيئا أو لم يعد شيئا، كما رأينا في درس الماضي في البنت المحبوبة. أو تعد الطعام، إعداد الطعام prepare la nourriture، والاستعداد c'est préparer، فهمت؟ كير لابن. لم يستعد الصرصور، الصرار عفوا، لفصل الشتاء. تفهمون ما فصل الشتاء؟ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة فصل الحرارة وفصل البرودة الشتاء. ولم يفكر في البرد، لم يتفكر في البرد الذي يكون في فصل الشتاء، لأن فصل الشتاء فيه برد، وقت البرد، فصل الصيف وقت الحرارة، فصل الشتاء وقت البرد. لم يتفكر في البرد الذي ينتظره في أي فصل، في فصل صيف أو في فصل ربيع. طيب هذا جيد، نعم في فصل الشتاء. ولم يفكر في البرد الذي ينتظره في فصل الشتاء. وحين جاء فصل الشتاء، حين ما معنى حين بالعربية؟ وحين، عندما، نعم، وقت، في الوقت الذي، حين يعني في الوقت الذي جاء فصل الشتاء، فصل البرد. لم يجد السرار عنده ما، لم يجد السرار عنده ما يقاوم به البرد الشديد. لم يجد شيئا عنده يقاوم، يدفع. ما معنى يدفع؟ ريبوسي كانيوني، ما يدفع به البرد الشديد. الشتاء وقت للبرد، وأنت لابد أن يكون عندك شيء تدفع هذا البرد به، فهمتوا؟ إذن لم يجد ما وجد، لم يجد بمعنى ما وجد. لم يجد السرار عنده ما بمعنى الذي، يعني الشيء الذي، لم يجد عنده الشيء الذي يقاوم، يدفع به البرد الشديد. فذهب عند جارته، جارة، ذهب عند جارته. لو أردنا أن نجعل المذكر في مكان جارته ماذا نقول؟ ذهب عند أول، أيوة أنا قلت أول، هذا أول premier. ما معنى لا مذكر جارته؟ خلاص عند جاره. ما معنى جار بالفرنسية أو بالبامارية؟ سيغنون وبالفرنسية voisin، ولكن هنا جارته voisin. طيب، فذهب عند جارته. من هي جارته؟ النملة. إذن كما في العنوان السرار وجارته النملة. فذهب عند جارته النملة وشكى لها، ليس كلمة واحدة، انتبهوا، وشكى لها، ليس وشكى لها كلمة واحدة، لا لا لا، وشكى لها، فهمتم؟ لأن أظن ما في فاصلة بين شكى ولها، إذا لم تنتبه تظن أنها كلمة واحدة. وشكى لها، ما معنى شكى؟ أخبر، أخبر بطريق الشكوى، والشكوى
إذا عندك مشكلة وأنت تقول هذه المشكلة أنا عندي كذا، يعني تشتكي، فهمت؟ وقال سيدنا يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو شكا، فهمت؟ إذا عندما عندك مشكلة وأنت تقول هذه المشكلة نقول تشكو، وعندما تشكو فلان عند الحاكم، فلان فعل عندك مشكلة، فعل معك مشكلة، وتذهب عند الحاكم تقول له، أو تذهب عند فلان، فلان فعل كذا وكذا وكذا، هذا شكوى، فهمت؟ وشكى لها يعني لجارته حالته، شكى حالته، شكى المشكلة التي في حالته، والله أنا ما عندي شيء ألبس وكذا وكذا وكذا، ماذا أفعل ونحن في فصل الشتاء، فهمت؟ إذا رأيت شخص يبدأ والله إذا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، قال وطلب منها، من طلب من من؟ السرار طلب من النملة. طيب، وطلب منها مساعدته، هو يعود على من؟ مساعدة من؟ نملة، والنملة مؤنث سرار، إذا كيف؟ فطلب منها مساعدته، المساعدة لمن؟ المساعدة من من؟ هو يطلب المساعدة من من؟ من النملة. إذا لماذا مساعدته وليس مساعدتها؟ سند، فهمت؟ ولكن عربيا يجوز، في اللغة العربية مساعدته يجوز، لأنه هنا في محل نصب مفعول، كأنه إذا أردت تفك المصدر الذي هو مساعدة، مساعدة مصدر من ساعد، يساعد مساعدة، فكأنه قال وطلب منها أن تساعده، هل فهمت؟ فهمت الآن؟ فطلب منها يعني سرار طلب من النملة أن تساعد، من تساعد النملة؟ هو من؟ السرار، يعود على السرار، ولكن ضميره في محل مفعول به، عليه السلام، هل فهمت؟ ويجوز لك أيضا في العربية أن تقول مساعدتها، يكون هناك إضافة حقيقية، يكون هناك إضافة يعني يضيف، نضيف المساعدة إلى النملة، مساعدة للنملة أو من النملة، هل فهمتم؟ يجوز أن تقول مساعدته ولكن هو للسرار، وهو في محل مفعول به، ويجوز أن تقول مساعدتها وها يعود على النملة، لأنك أضفت حقيقة المساعدة إلى النملة، مساعدة صادرة منها، تمام؟ طيب، قالت النملة للسرار، قالت النملة للسرار يا شيخ وأين كنت في أيام المصيف؟ نعم الغائبون المتأخرون عفوا. النملة قالت لسرار لجارها: يا جاري وأنت، أنا لما كنت أستعد لفصل الشتاء، أنت أين كنت؟ ماذا كنت تفعل؟ وأين كنت في أيام المصيف؟ انتبهوا إلى كلمة المصيف، المصيف كلمة قد يكون، هذه الكلمة قد تكون اسم مكان، مكان مكان قضاء فصل الصيف، وهذا موجود في كثير من الدول، عندهم مكان، عندما يدخل فصل الصيف يذهبون كثيرا إلى هذا المكان ويقضون أوقاتهم هناك، وغالبا ما يكون في شاطئ البحر، هذا المكان يسمى بالمصيف، الوقت الذي يكون فيه فصل الصيف يسمى بالمصيف أيضا،
ويجوز أن يكون المصيف أيضا مصدرا، مصدرا بمعنى الصيف. إذن وأين كنت في أيام المصيف، أي وأين كنت في أيام الصيف، لأن المصيف والصيف بمعنى واحد مصدر، فهمت؟ طيب أين كنت في أيام الصيف أو المصيف؟ ولماذا لم تستعد للبرد كما فعلته أنا؟ لماذا لم تفعل؟ سؤال يحتاج إلى الجواب، وكل الناس نسأل، كل ما فعلته خيرا أم شرا تسأل عنه. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، حتى المرسلين سنسألهم. إذن كلنا سنسأل. طيب قال السرار جوابا على سؤال النملة جارته وهو يبكي بكاء، ليس بكاء سرور، البكاء كان يكون للسرور، أليس كذلك؟ البكاء كان يكون للسرور، من تبكي من سرور من فرح، لكن هنا ليس للسرور. ها؟ نعم نادما، لذلك قال وهو يبكي نادما، هذا بكاء الندم. وهو يبكي نادما على ما فعل. إذا تندم على شيء فعلته، هل هذا شيء جيد؟ ها؟ أنت ندمت على فعل شيء، هل هذا شيء يكون شيئا جيدا؟ لا. إذن يعرف أن ما فعله ليس جيدا، وهو يبكي نادما على ما فعل. قال لقد كنت أغني وأطرب، أنا كنت أنشد أقضي وقتي في الإنشاد في الطرب، وغفلت نسيت سهوت غفل، والله بغافل أما تعملون أما يعملون، لا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وشيوخنا ما كانوا يقولون لا تحسبن الله غافلا، أو وما كان الله غافلا، لا يقولون ناسيا، يقولون تاركا، ترك شيء، تمام؟ إذن وغفلت أي نسيت سهوت أو تركت إن شئت عن الاستعداد، ولا تقول عن الاستعداد، لا تقول عن الاستعداد، دعنا نشرح هذا قليلا، هذا قاعدة إملائية نحوية صرفية. الاستعداد، لا تقول الاستعداد، الاستعداد. لماذا؟ لأن الهمزة هنا همزة وصل، تسقط أثناء الكلام، تقول استعداد لكن تقول الاستعداد، فهمت هذا؟ لذلك تقول عن الاستعداد، عن الاستعداد، لأنك تقول الاستعداد ولا تقول الاستعداد. دليل في القرآن بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم وليس بئس الاسم، تمام؟ في سورة الحجرات بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، نعم. وغفلت عن الاستعداد لفصل الشتاء، أنا كنت ألعاب أطراب وأغني وكل شيء، أنا نسيت تماما أن هناك فصلا يسمى بفصل الشتاء، حتى فصل فيه بر، فصل يحتاج إلى الاستعداد، أنا نسيت. ضحكت النملة، هناك في العربية ضحك عليه، ضحك له، هذا الضحك ضحك عليه أو له؟ له؟ لا عليه، يضحك عليه، يضحك عليه. إنما أضحك لك أو أضحك معك هذا في خير، إنما أضحك عليك، نعم، للاستهزاء.
ضحكت النملة لهذا الجواب. هذا الجواب كلام فارغ، جواب تافه، جواب لا ينبغي أن يصدر أصلا. وقالت لسراري مستهزئة، رأيت يعني الضحك استهزاء. وقالت لسراري مستهزئة به، تستهزئ به. لا يسخر قوم من قوم، هذا موجود، لكن إن تسخروا علينا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اليوم تسخرون ولكن غدا سنسخر. في آخر سورة المطففين ماذا قال؟ اليوم فاليوم من الذين كفروا يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار، ولكن البداية من كان يضحك؟ الكفار كانوا يضحكون من المؤمنين. قال ختامه مش وفي ذلك فليتنفس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم. كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا أولا يضحكون من الذين، إذن في النهاية سنسخر. إذن هي تستهزئ به لأنه في البداية لم يهتم بالأمر. وقالت للسرار مستهزئة به إذا كنت قد غنيت أنشدت بصوت طيب وكل شيء طول الصيف، طول وقت الصيف، فما عليك، ليس عليك إلا أن ترقص. لذلك كنت قلت في البداية أن نشرح يطرب بمعنى يغني أيضا، لأن الطرب يميل إلى الرقص، لكن الرقص أكثر حركة من الطرب، ومن معاني الطرب الغناء كما قلت. إذا كنت قد غنيت طول الصيف فما عليك إلا أن ترقص طول الشتاء. لابد النشيد الذي أنت ركبته وكونته وفعلت كل شيء، وفعلت ريبيتيشن وكل شيء، ودخلت في استديو وكل شيء، بقي الآن أن ترقص في فصل الشتاء. تمام؟ نعم. أدرك السرار سوء تصرفه. ما معنى التصرف هنا بالعربية؟ أو حتى لا التصرف هنا بمعنى العمل، بمعنى الفعل، فهمت؟ التصرف هنا بمعنى العمل، والتصرف تارة يكون بمعنى السلوك. أنا لا يعجبني تصرفه، يعني سلوكه كيفية، فهمت؟ صورته. لا هذا هنا تصرف بمعنى العمل، هذا تصرف جيد، هذا عمل جيد. تمام. أدرك السرار سوء تصرفه، العمل الذي فعله في الصيف، لأنه غنى وطرب أو طرب ولم يستعد، هذا عمل فاسد ليس جيد. صرف عني، لا اصرف عني، ولكن هذا بمعنى اذهب عني، اذهب عني، فهمت؟ ولكن إذا أردت أن تستعمل تصرف بمعنى العمل في بفعل مثلا، تصرف جيدا عندما تمشي عند فلان، تصرف جيدا، لأنه إنسان ينتبه كثيرا إلى، فهم؟ ولم ينفعه الندم. ليس كل الندم ينفع. وشروط التوبة الندم على ما فات، ولكن بعض الندم لا ينفع. وليست التوبة للذين يعملون السوء حتى إذا ما في حافز، للذين وليست التوبة للذين يعملون السوء حتى إذا أدركهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار
ولكن في البداية قال إنما التوبة لله على الذين يعملون سوء أو أنا المهم لست بحافظ تمام أنا لست حافظ تمام إذن ولم ينفعه الندم بعد أن فرط رأيت كيف بعد التفريط الندم لا ينفع لذلك حتى انتبهوا في ندرس الفقه هنا حسب المذهب المالكي في كتاب الأخضرين قال ومن صلى كل يوم خمسة أيام ليس بمفرط الذي عليه القضاء يجب أن يقضي ما عليه ما في ذمته من القضاء إنسان لم يصلي خمسة أيام ستة أيام كذا وكذا وكذا يجب أن يقضي ولكن كيف يقضي ولا يكون مفرطا إذا جاءه الموت ممكن الله يرحمه ويغفر له فالذي مثلا عليه صلاة شهر وقضى شهرا لم يصلي ثم ندم يريد أن يصلي هل يصلي كل شهر واحد في يوم واحد لا لا لا, لا. يصلي خمسة أيام في يوم يعني يصلي صلاة خمسة أيام في يوم إذا صلى الصبح مثلا يصلي خمسة صلوات للصبح زهر إذا صلى زهر اليوم يصلي خمسة زهر عصر خمسة عصر مغرب خمسة عصر مغرب إشاء خمسة إشاء كأنه صلى صلاة خمسة أيام وهذا ليس بإفراط ممكن إذا جاء الموت الله يغفر له تمام نعم نعم يجوز كذا ويجوز أيضا أن يصلي خمسة صبح خمسة زهر خمسة عصر خمسة المغرب خمسة إشاء في مكان واحد نعم معا على طول إذا يستطيع أن يزيد ولكن الأقل هذا خمسة أيام في يوم واحد لسنا في الفقه ادرك هذا الوقت نكتفي بهذا القدر نعم